هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. واولا تنبغي نهني فريق نادي المكناسي لا لاعبين ولا متمثل على النتيجه هذه. صراحه النتيجه كانت شويه صعيبه لان تنوجوا فريق الكبير اللي هو رجل بالنصيب مدرب ديالو محمد بكاري اللي تنعرفوا القيمه ديالو في التدريب. احنا جينا كنا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه بحكم اننا في جوج مقابلات الاخيره ما حقنا نقطه واحده نهزمنا وتعادلنا في الميدان. فاكيد الى اللي تيبغي يكون مع لي بروميير خصو ضروري يجيب نتائج سيتو ليكستيريور باش تعطل بعض المقابلات تيكون دائما مع الفرق الاولى. مقابله كانت صعبه, مقابله كانت تكتيكيه. سجلنا الهدف, حاولنا باش نلغوا جميع المنافذ لان عرفنا فريق رشيد النورسي عنده لاعبين فرديين اللي عندهم مهارات عاليه. الحمد لله النتيجه تدخلنا نخدموا في اريحيه بحكم ان جوج مقابلات ما حقناش فيهم نتائج ايجابيه. تنبغي نهني الجمهور الذي يمكن يناسب النتيجه. مازال كما تنقول دائما مازال عمل كبير, ممكن تنفرحوا واحد شويه مي غدا خصنا عاوتاني نوجدوا راسنا. عندنا مقابله صعبه الاسبوع المقبل. كما تعرف المقابله هذه كنا متخوفين منها بحكم ان الفريق جاي من هزيمه وتستخف الميدان ديالو. فاكيد تيكون العامل النفسي بالنسبه للفريق المضيف يعني تيكون قوي. وحنا جايين واحد جوج نتائج سلبيه اللي الحمد لله حاولنا نخرجوا منها. ربما مازال ما حقناش داكشي اللي بغينا, مازال ما وصلناش الاهداف اللي بغينا, ولكن العموم نتيجه 1-0 بالنسبه لنا حنا وثلاث نقاط سمح لنا, فهي نتيجه ايجابيه دخلنا دائما في مقدمه الترتيب. بطبيعه الحال تاريخ النادي المكناسي ولا رشيد برنوسي صراحه اللي كانوا تيقتوا فضاءات لا في القسم الوطني الثاني ولا في القسم الوطني الاول, لان فريق النادي المكناسي عنده جماهيريه كبيره, لاعبين دازوا منه لاعبين كبار, دائما الجمهور تيسادنا. الحمد لله الفريق ما يستحقش هاد المكانه هادو رغم احتراماتي للفرق الاخرى, ولكن تيبقى العمل الجاد والانتر تيجتهد ضروري ليوصل للمبتغى ديالو. احنا مسيرين في الاوبجيكتيف ديالنا هو ان شاء الله نحققوا الصعود, وتنتمنى ان شاء الله باش للاعبين ولا كل شيء يكون مركز وباش العقل نحققوا نتائج ايجابيه في باقي الدورات المقبله ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.